بعد الجمهورية الإسلامية أسدل ستار على الدورة التاسعة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في مدينة مشهد الإيرانية بحضور مئات الشخصيات السياسية والإعلامية وعشرات الشركات الإنتاجية والمؤسسات الإعلامية بشقيها المرئية والمسموعة. واختتمت الدورة بإعادة انتخاب الشيخ علي كريميان أمينا عاما جديدا للاتحاد. قبل 12 عاما كانت وسائل الإعلام في العالم الإسلامي محكومة بالصمت، وكان تبادل المعلومات يجري من جانب واحد، لكن حاليا لم تعد وسائل الإعلام الإسلامية متلقية فقط وإنما ناطقة، والآخرون أيضا يتلقون منها. برامج وفعاليات مختلفة تخللت حفل الختام، منها تكريم عوائل الشهداء الإعلاميين الذين سقطوا خلال تأدية واجبهم الإعلامية، دروع تكريمية أيضا للعديد من القنوات التلفزيونية والإذاعات، كما تم توزيع الجوائز على أفضل الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية، فيما كانت جائزة أفضل مخرج سينمائي في العالم الإسلامي للمخرج السوري نجدة أنزور. ليس غريبا على اتحاد إذاعات والتلفزيونات الإسلامية تكريم مخرج كبير مثل نجدة أنزور. الاتحاد يساند بشكل دائم محور المقاومة، والمخرج الكبير نجدة أنزور خلال الحرب على سوريا أنجز مجموعة من الأفلام المميزة كلها أفلام مقاومة بامتياز. بالتأكيد يعني أهمية المشاركة للجمهورية العربية السورية في هذا المؤتمر يأتي من خلال أهمية سوريا بالعالم الإسلامي وكذلك الوضع الإقليمي، إضافة لذلك من أجل وضع استراتيجية لمواجهة الإعلام المعادي، لا سيما الإعلام المعادي لدول المقاومة، وكذلك وضع استراتيجية لدور الشباب في الدول الإسلامية في القادم من الأيام، إضافة إلى مواجهة الإرهاب التكفيري الذي تواجهه الدول العربية في ظل هذه الظروف التي تشهدها المنطقة من خراب وتدمير من قبل الدول المعادية لدول المقاومة. المؤتمر وعلى مدار 3 أيام ناقش العديد من القضايا على رأسها دور وسائل الإعلام في إبراز القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات الإعلام الغربي تهميشها من خلال حرفها عن الرأي العام العربي والإسلامي. كما بحث المؤتمرون أزمات المنطقة وطريقة تعاطي السياسة الأمريكية معها، سيما الحرب على سوريا واليمن والتعامل مع الحرب على الإرهاب إعلاميا وسياسيا. كما وضعت الخطط والآليات لعمل الاتحاد خلال السنوات القادمة بغية الوصول إلى صيغة إعلامية موحدة من شأنها الدفاع عن قضايا المنطقة والعالم الإسلامي. هكذا أسدل ستار على الدورة التاسعة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، على أمل أن تلبي هذه الدورة تطلعات من اجتمعوا لأجلها، تطلعات للوصول إلى إعلام يستطيع النهوض بواقع الأمة الإسلامية ويواجه أشد الحروب الإعلامية ضراوة. محمد الشيخ للأخبارية السورية، مدينة مشهد المقدسة.